الاسعار ديال الكمامات زايدين بزاف، يعني كمامه عاديه 120 درهم منكر. هذا الناس اللي ما عندهمش امكانيات باش غادي يشريو. الناس المواد الغذائيه الاسعار طلعت، يعني الناس اللي ما عندهمش باش غادي يشريو داك المواد الغذائيه جاو اتجه المرض هذا، عاد زادوا في الاسعار. يعني عيب عار هذاك اللي مسكين ما عندوش، يعني ما عندوش كيدخل 50 درهم في النهار، كاين اللي ما كيدخل والو، كاين اللي ما عندوش حتى ما ياكل حتى في الايام العاديه، يعني شنو غيعمل في هذه الايام هذه؟ يعني اللهم ان هذا منكر، خاص يكون ضروري واحد الحل، ضروري يكون واحد المراقبه من طرف الدوله. السلام عليكم اخي، هنا ما فتشوا على هاد الكمامات، ما كاينين شي لا في الفرماسيان ولا في الطبيب اللي كنمشيو لعندو كيقول لك ما كاينين شي ولا غاليين، فهمتيني؟ زادوا فيهم وشي كيقول لك تنغدى تنغدى تنغدى، ما فهمنا والو. هادشي هذا رجع كيخلع، واش غنقول لك؟ الله يعطيه السلامه، خصهم ضروري خصهم الحكومه يتدخلوا في هادشي هذا باش يشوفوا لنا هادشي هذا كيفاش ماشي. لا هضره والو، مشيت للفرماسيان تنسقسي على الكمامات على الماس اللي قالت ما لقيت حتى شي حاجه، قال لك حتى الغدا ان شاء الله. واش نبقاو نستناو حتى الغدا؟ واصل الله العظيم دابا كلشي مخلوع، كلشي ساد، المحلات سدوا، كلشي سد، ما يمكنش. دابا 120 درهم كمامات الساعه من 4 ساعات وتسيبها، راه ماشي منطقي، هادشي ماشي لوجيك. على الاقل خصهم يعملوا حتى ثمن رمزي. كاين الناس دراويش اللي ما يقدروش عليها، كاين الناس اللي ما عندهمش امكانيات. 120 درهم راه كتستعمل غير 4 ساعات، راه ماشي. حنا المغاربه راك عارف، المغاربه راه عايشه دي وحده يستعملها سيمانه، غيبقى بها سيمانه تيسيبها، يعني راه ديك الكمامه تقدر تمرطو. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.